لما جه في 9 بقى 59 كانت البطوله الثانيه، واتعملت فين؟ اتعملت في مصر. انا الصوره دي كويس جدا ان افتكرناها. كان ساعتها كابتن الفريق المصري الكابتن الجميل الخلوق رحمه الله كابتن حنفي بسطان. كابتن حنفي بسطان كان لعيب نادي الزمالك وكان كابتن نادي كابتن مصر، وهنا بيرفع الكاس وبياخده المسؤولين السودانيين الاشقاء في السودان. يعني احنا خدنا اول بطولتين افريقيتين، اول بطولتين 57 و59 دي يمكن اول بطولتين اتلعبوا ورا بعض. انا بتكلم على بطوله احنا خدناها. أيوه. مش اللي احنا اشتركنا فيها دي 57 تمام، لكن البطوله الثانيه بقى قلنا طب احنا عملنا الاولى فين؟ السودان. في السودان. نخش على الثانيه فين؟ مصر. في ارضين ارض الكنانه. نخش على مصر، وجاوبوا بنفس الثلاث فرق مصر والحبشة قصدي اثيوبيا والسودان. الله، ما فيش حتى منتخب رابع انضم في الدوري التاني؟ لا، بعد كده بدات بقى غانا تخش والفرق الافريقيه تخش والكاميرون، وبدا نوع من الحراك الرياضي. بس مصر مسيطره من البدايه، ودي حاجه محترمه مصر جدا. مصر هي الام، مصر هي الام. احنا بنقول مصر وجوه القناه بنقول الاهلي هو السباق. الاهلي المصري هو السباق، كاس عالم انديه حقيقي حاجات كتير. يعني سباقه، فمين السباقين؟ نخش برضه الاهلي والسباقين. المهم احنا لسه في 59 دلوقتي، احنا هنخش بقى نخش على 59. حلو. 1959 ادي التشكيله اهو، تشكيل جميل بقى، وكان فيه بقى الكابتن صالح سليم، الكابتن طارق سليم، الكابتن الشيخ طه، ها الجهري، ها كل اللعيبه الكبار، الشربيني، ها يعني العظماء. يعني فرقه الاهلي في الفتره دي كانت عظيمه قوي، نجيب 7 بيلعبوا على 8 من النادي الاهلي بيلعبوا في منتخب مصر والمباراه على ارضنا. طب بدات بيه بقى، شوف الصوره دي جايبه بالشكل الكاريكاتيري الاربع فرق. لعبنا مع اثيوبنا اول ماتش 4-0، جاب اول هاتريك الجوهري، جاب هاتريك، والكابتن ميمي الشربيني المعلق الجميل لاعب الاهلاوي الجميل جاب هدف. والجوهري اللي هو الجوهري بتاعنا احنا عارفينه، غير الجوهري الصغير كان في الزمالك، يعني أوكي. الجوهري اللي احنا عارفينه اللي وصلنا ايوه ده من عندنا من الحسين. يعني متربي من الحسين اجدع ليه الله يرحمه الله يرحمه. فهو ما شاء الله كان جاب هاتريك، ده كان حاجه سابقه ثانيه نفتني بطوله نحرس ايه هاتريك. الديبا جاب 4 جوان، سوبر هاتريك، سوبر هاتريك ثم هاتريك بقى هاتريك. والكابتن ميمي الشربيني جاب ايه؟ جول. جول. خلص الماتش كام؟ كده 4 4 4 برضه 0. غريبة قوي ان اول بطولتين نكسب السودان 2-1 واثيوبيا او الحبشة 4 ايه؟ 0 0. احنا لو ظبطينها مش هتيجي كده. بس حصل الانعكاس في بقى ان اول بطولة لعبنا السودان، ثاني بطولة اول ماتش لعبنا مين؟ اثيوبيا. اثيوبيا. الماتش الثاني كان مع مين؟ السودان. مع السودان. احنا بنحكي زي ما فيش هم ثلاثة وستات بعد الموضوع جارة. يعني هتضيق جدا. احنا بنجيب الحوار بشكل حكواتي كده حلو. طبعا. الناس بيبقاش شكل اكاديمي قوي. أيوة في نوع من الحس الفكاهي يعني. فالمهم دخلنا على اثيوبيا 4-0، ها وكنا مبهورين بقى. لعبنا فرقه السودان كانت فرقه قويه جدا، وكان فيها لعيب اسمه منزوله، حاجه وهم. انا بحب السودان، دوله شقيقه ومحبه لنا والتاريخ كله، مصر والسودان حته واحده زي ما بيقولوا يعني. فلعبنا السودان، السودان عملت ماتش عمره، حتى الجورنان هيجي دلوقتي ان السودان تلعب ومصر تكسب. المهم كان كابتن عصام بهيج رحمه الله كان بيلعب في المباراه دي وجاب جونين، 1-1 من النتيجه، وفاضل ثواني يوم ايه عصام بهيج يعمل دبل كيك عالميه كده ومحصل الجون الثاني، ومرافعين رافعين الايه الكاس. الله. دي في بطوله 59. مين يطلع يستلم الكاس؟ مين؟ القيمه والقامه للنادي الاهلي كابتن صالح سليم. يرفع يستلم الكاس، ها ويستلم من مين؟ المشير عبد الحكيم عامر. طب قول لي، مفيش صور معاك لده؟ ايوه طبعا حضرتك دلوقتي 59. ايوه ادي الصوره كابتن شكرا للمخرج. الكابتن صالح السليم بيستلم من مين؟ المشير عبد الحكيم عامر. وجايبين احنا هنا النتائج، يعني في جورنال هنا جايبين برضو نتائج وجايبين التشكيل. نرجو زي ما جبنا تشكيل 57 في تشكيل من فوق كده برضو 59 كل الفرق، لان فيها اهو. شكرا جدا. شوف هنا بقى النجوم، كابتن عادل هيكل الجميل بقى، ان واحنا جايبين الصوره كده زي ما هي كده، كابتن عادل هيكل كان نجم مصر في والنادي الاهلي في الفتره دي، كان حارس يعني، هو شال مصر من هزيمه ثقيله في الماتش الثاني. والبطوله الاولانيه كان برضو الكابتن عبد الجليل، عشان نعرف نتملي ان حراسه مصر، حراسه النادي الاهلي بالذات، ها هي الامل، حراسه الاهلي هي نمره واحد. فشوف التاريخ بيقول ايه. شوف هنا بقى التشكيل مين كل صالح، كابتن صالح سليم، كابتن طارق سليم، كابتن الجوهر، كابتن الشربيني، ها ميمي الشربيني، كابتن طارق سليم، ها يعني الجوهر يعني قيمه
فرقه كلها اغلبها من النادي الاهلي 1959. وما زال الموضوع زي كده يعني لحد دلوقتي، يعني المنتخب بيبقى معظمه من النادي الاهلي. المنتخب مهما لعب تاريخ مستمر طبعا. هو الاهلي واحنا في وسط النادي الاهلي محترمه بنقول ان النادي الاهلي هو يمكن نمره واحد في الذخيره الداعم الاساسي لكل منتخب مصر في جميع الالعاب. الاهلي مؤسسه عظيمه، نرجع 100 وكام سنه، 113 سنه احنا بنتكلم في تاريخ في جميع الالعاب. الاهلي هو بيمد